السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، سلعة جديدة. وعدنا لكم واحد جوهرة جديدة آخر ما كاين في الزواقات، يعني كاينين ثلاثة ديال الزواقات شي حاجة الأخرى، واللوان اللهم بارك اللوان كلهم زوينين، وجوهرة حرير شي حاجة مليحة اللهم بارك. سمحوا لينا في شي فيديوهات يعني ما كنكونوا ناسين أننا نقول لكم الأثمنة، ولكن إن شاء الله الفيديوهات الجاية نحاولوا كاع نقول لكم الأثمنة. بالنسبة لهاد الزواقة هذه فيها ثلاثة ألوان، والثوب طايح جوهرة حرير. الزواقة اللهم بارك الزواقة فنة، بغيتيها في القفطان كتجيك مزيانة، بغيتيها في الجلابة كتجيك مزيانة، بغيتيها في القميص كتجيك مزيانة، بغيتيها في التكشيطة كنعطيوها لك دو بياس. بالنسبة للعبار فيها العبار زوين، العبار ما بين 3 متر و30 3 متر و40، يعني العبار زوين. والثوب اللهم بارك الثوب طايح، الثوب زوين والزواقات زوين. هاد الزواقة فيها ثلاثة الوان، هذا اللون الاول، هذا اللون الثاني ديالو اللهم بارك. بالنسبة لهذا في الخدمة ديالو، يعني الا بغيتي ديري دو بياس كيجيك مع هاد البيستاج، كيجيك مع هاد الفيغ اوليف، كيجيك مع الخزي، كيجيك مع البلون كاسي، انت كتخيري اللون اللي بغيتي واللون اللي تشهيتي كنعطيه لك. الثوب كما قلت لكم راه طايح، جوهرة كوريا حرير شي حاجة فن اللهم بارك، وبروميان ديالها. بالنسبة للتكماش راه ما كاين لا تكماش لا والو، وبالنسبة للكاليتي راه جودة عالية في الكاليتي شي حاجة مزيانة. هذا اللون الثالث ديالها تا هو اللهم بارك، اللونات ديالها صراحة واعرين، تا الزواقة واعرة بزاف. بالنسبة للديكراديات ديالو في الخدمة راه عندك اللون باش خير تخدمي، بالنسبة لهذا غتخدمي غير بهذا الموف، هذا المغلوق بغيتي الخدمة تبان غتخدمي بهذا المغلوق، هذا كتبان الخدمة ديالها. خدمي براندا، خدمي باش ما بغيتي، المهم راه كي تشوف كتاخدي شي حاجة مزيانة. والعبار كما قلت لكم راه عبار زوين، ما بين 3.5 متر 3.40 متر 3.30 متر، يعني أصغر عبار هو 3.30 متر. والثوب راه طايح، الثوب الله يبارك طايح. بالنسبة للتكماش راه ما كاين لا تكماش لا والو، غادي راه طويها وديرها في جيبك وزيد، ما كاين لا تكماش لا والو. هاد الزواقة ثلاثة الألوان، وكاينة هاد الزواقة الأخرى أنا اللوينات اللهم بارك، الزواقة فنة، جوهرة أمبريمي ديسا الاخر يعني 2023، يعني لبسي وردي علينا الخبر. الثوب طايح، العبار زوين، والكاليتي راه كوريا شي حاجه فنه، جوهره حرير. هذا اللون تا هو زوين الله يبارك، اللوينات كلهم صراحه زوينين، يعني لونين سيك في لون. شوف هذا اللون هذا تا هو كيدير، شوف الله يبارك، اللون فن اللهم بارك. طيب زوين وطايح، واللوينات زوينين. بالنسبة للثمن ديالها ما كاين لا 300 درهم لا 280 درهم لا والو، بالنسبة للثمن ديالها هو 230 درهم فقط، 230 درهم فقط، 4600. شري واحد ليك وشري واحد اللي عزيز عليك. الزواقات اللهم بارك فنين، اللوينات زوينين، لون انسيك لون صراحه، اللون ديالها راه متعه للعين. اللي بغى يسرح الشوف ديالو يشوف في هاد اللوينات مزيان، شوف اللهم بارك، شوف هاد الملكي كيفاش داير، شوف والله الا اللوينات واعرين والله العظيم، ما كنشكرش لكم فيهم، ولكن انا بحال هاد اللوان صراحه كيجروني، واللوينات اللهم بارك اللوان زوينين انا اللهم بارك. انا الناس ديال التشعشع، الناس اللي عزيز عليهم التشعشع انا. لون ناضي كناضي،
تشعشع ديال بصح. بالنسبه لهذه مازال ان شاء الله نحاول نديرها لكم دو بيس على حسب نتوما اللي بغيتو. بغيتوها مع الكريب دو سوا مرحبا، بغيتوها مع المليفه سوا حتى هو مرحبا نديروها معها، كيبقى القرار ديالكم. بغيتوها مع لامي ياقوت حتى هي راه كنديروها معها على حسب نتوما اللي بغيتو. بالنسبه اللي بغات هادو بياس راه كنعطيوها ليها مع الكريب، يعني اللي بغاتها تكشيطه كنعطيوها مع الكريب، ولا اللي بغاتها جلابه دو بياس هي كنعطيوها مع الكريب. اللوين تبارك الله زوينين، وحتى الديسان راه زوينين. هنا الزواقه الثالثه ان شاء الله ما بارك والله الا الحمد لله الخير موجود. وهذا الشيء راه الزواقات الاخرين 2023. شوف هذه الزواقه كيفاش دايره، شوف الله يبارك، شوف الزواقه واعره واللوينات واعرين بزاف. شوف شري واحد ليك وواحد اللي عزيز عليك. الثمن كما قلت لكم الثمن هو 230 درهم فقط، 4600 الحاضر يعلم الغايب، 4600 جوهره ان بريمي شي حاجه الاخرى او بروميان كاليتي، ثمن 4600. مرحبا بكم في محل اثواب الفردوس، حنا كنتواجدوا في سيد البرنوصي الدار البيضاء امل واحد الزنقه 16 رقم 16. مرحبا بكم ومرحبا باي واحد، مرحبا بالناس الجداد ومرحبا حتى بالناس القدام الكليه القدام حتى هما مرحبا بهم. جوهره شي حاجه مليحه اللهم بارك. انا اللون اخر، ثلاثه الزواقات كلهم اللهم بارك زوينين، اللوان ديالهم زوينين، جلابه قفطان قميص حتى بالنسبه للتكشيطه راه كدير تكشيطه كنعطيوها لك دو بياس مع كريب دو سوا شي حاجه مزيانه. تويب طايح الله يبارك، يعني صبني وردي خدمي براندا خدمي باش ما بغيتي. اللوينات كلهم اللهم بارك، هذا اخر لون غادي نصور لكم ان شاء الله الله يبارك. خدمي مع الغوز، خدمي مع دم الغزال، خدمي مع البيستاج، خدمي مع البلونكاسي كيطلع زوين، خدمي حتى مع الموف كيطلع زوين. عندك الاختيار في اللون، يعني ما غتحيريش في الخدمه، شوف زوين كاليتي مليحه حتى بالنسبه للعبار، العبار زوين. ومرحبا بكم، اللي خصاتو شي حاجه ما عليه غير سكريني ويتواصلوا معنا، راه كنصيفطوا للجميع مدن المغرب ان شاء الله، وامانتك كتصلك حتى لعندك كتخلصي عاد كنصيفطوا لك. والتويبات راه كلهم زوينين اللهم بارك. الناس اللي تقداو عندنا راه كيعرفوا المحل مزيان، كيعرفوا الكاليتي. ومرحبا بالجميع مره اخرى، اثواب الفردوس كيتواجد في الدار البيضاء السيد البرنوصي عمل واحد زنقه 16 الرقم 16. ومرحبا بالجميع، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.